السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي تجيب رقم البريد بتاع حضرتك للمنطقه السكنيه انت مقيم فيها. رقم البريد مهم جدا يا جماعه، مثلا لو بتقدم في الاسكان الاجتماعي وبتعمل حجز وحده سكنيه على موقع القانون العقاري، من ضمن الحاجات المطلوبه منك رقم البريد. النهارده ان شاء الله هنعرف مع بعض نجيبه ازاي، وهو سهل جدا وبسيط وخطواته ما بتاخدش وقت. هنكتب بس يا جماعه احنا كده على صفحه جوجل، يعني بنخش على صفحه جوجل وبنكتب هنا اسم المنطقه بتاعتي ان انا قاعد فيها. مكتوب مثلا منطقتي انا مثلا مدينة السعادة، بروح هنا اول وبدوس انتر واقول مثلا الرقم البريدي، انا عاوز رقم بريدي لهذه المنطقة، بدوس كده انتر وهنا بيجيب لي اول حاجة كده اهوت. نرجع ورا تاني اهو، جاب لي مكتب بريد السعادة اهو، دوس عليه كده وانزل تحت الاقيه جاب لي يا جماعة رقم مكتب بريد السعادة والتعاون رقم بريدي 13864. بمنتهى البساطة بيجيب رقم بريد وانا قاعد في البيت عن طريق الموبايل او عن طريق الكمبيوتر، من خلال في ثواني تقدر تجيبه. دي كانت طريقة انك ازاي تجيب رقم بريدي للمنطقة السكنية بتاعتك، علشان هتحتاجه في حاجات كتيرة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، احنا قناة خدمات بتقدم خدمات عامة بتفيد حضراتكم في كافة المجالات، الاسكان، المعاشات، التموين، التعليم، كل شيء متعلق بالخدمات احنا بنقدمه وبنركز عليه. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.